سوف نقوم الآن بشرح شاشة سندات الصرف النقدية والشيك. يتم الدخول إلى قائمة العمليات سندات الصرف. سؤال: متى نستخدم شاشة سندات الصرف؟ الجواب: يتم استخدام شاشة سندات الصرف في الحالات التالية: عند سداد دفع من الحساب للموردين، عند سداد المصروفات المتنوعة إيجار، كهرباء، إنترنت، مرتبات الموظفين، عند منح الموظفين السلف والعهاد، عند شراء الأصول نقدا، عند منح الموظفين مكافآت أو علاوات أو بدل عمل إضافي. كقاعدة عامة، عند خروج أي مبلغ من الصندوق لابد من عمل سند صرف، وعند خروج أي مبلغ من البنك لابد من عمل سند صرف شيك. الآن سوف نقوم بتنفيذ عمليات معينة. مثلا قمنا بسداد المصروفات الشهرية المتنوعة الكهرباء والماء والإنترنت. في مثل هذه الحالة يتم الضغط على زر الإضافة ثم تحديد النقد ثم تحديد رقم الصندوق، مثلا صندوق ريال يمني، رقم المستند مثلا مبلغ 50,000 ريال، ثم ايش؟ سداد المصروفات الشهرية سداد المصروفات الشهرية، ثم نقوم بإنزال الحسابات في الجزء السفلي من الشاشة، البحث عن طريق الاسم مثلا ايش؟ ايجار، الايجار الشهري، ثم نقوم بكتابة ايش؟ سداد الايجار الشهري مثلا الشهر 9 مبلغ مثلا 30,000 ريال، مثلا سداد الكهرباء مصروفات الكهرباء الشهرية، مصروفات الكهرباء الشهرية، البيان سداد المصروفات الشهرية الكهرباء مثلا مبلغ 15,000 ريال، سداد مثلا الاشتراك الشهري للنت الانترنت، اشتراك شهري، البيان طبعا النت، نقوم بضغط على F9 والضغط عليه مرة حتى ينزل مثلا سداد الاشتراك الشهري، خمسة ألف لك مثال، طبعا هنا مبلغ 15,000، ثم نقوم بعملية الحفظ وطباعة السند إذا شئنا استعراضه. سوف يظهر بالطريقة التالية: السداد شهرية، المصاريف، إلى حساب. ثم الآن نقوم بالتأثير المالي من خلال الذهاب إلى قائمة العمليات الترحيل سندات نقدية. نقوم بتحديد الصندوق الذي صرفنا منه، صندوق ريال يمني، ثم التحرك بالتاب سوف تظهر لنا هذا السند الذي قمنا بعملها. نقوم بعملية استعراض إذا شئنا، ثم نقوم بعملية إيش؟ الترحيل. القيد المحاسبي الذي سوف ننفذه نظام آلي حيكون من حساب المصروفات إلى حساب الصندوق. لمعرفة هذا القيد الآلي يتم الدخول التقارير اليومية العامة سندات صرف حسب أرقام الوثائق، ثم نقوم بتحديد التاريخ ثم الطباعة. سوف يظهر القيد كالتالي: من حساب إيجار شهري، اشتراك الإنترنت، مدين كمصروف زائد إلى حساب إيش؟ الصندوق، دائن. الآن سوف نقوم بعمل سند صرف شيك، ولعمل ذلك يتم الضغط على زر الإضافة ثم تحديد شيك. مثال: تم سداد مبلغ معين لمثلا 100,000 ريال لشركة القمة كدفعة من قيمة السيارة. يتم الدخول إلى شاشة الشيكات وتحديد رقم البنك مثلا بنك التضامن الإسلامي ريال، رقم الشيك مثلا 100، مبلغ الشيك مثلا 100,000 ريال مسحوب على بنك التضامن الإسلامي، هنا اصرفوا لشركة القمة. الآن سوف نقوم بتحديد الحساب المتمثل الذي هو شركة القمة. هناك طريقة الإنزال، إما عن طريق اسم الحساب والرقم، عن طريق الاسم أفضل، F9 ثم شركة القمة، ثم نقوم بالضغط على البيان ونقوم بكتابة البيان سداد دفعة من الحساب، ثم نقوم بعملية الحفظ وعملية الترحيل سندات بنكية سند صرف F9 بنك التضامن الإسلامي. نقوم باستعراض
الشيك الذي نزلت الحيرة ثم عملت إيش الحب. القيد المحاسب الذي سوف في النظام من حساب المورد شركة القمة إلى حساب البنك. أما خطوات البحث على سندات الصرف سوف تكون بالطريقة التالية، فقط الضغط على زر البحث ثم نقوم بتحديد مثلا نقد أو شيك، ثم F9 تحديد الرقم، نجعل المؤشر عند رقم السند، ثم F9 نلاحظ لا يظهر أي سند صرف سواء نقد أو شيك. السبب أنها مرحلة، من أجل أن نقوم بإظهارها وعملية تعديلها في حالة وجود غلط يتم إلغاء الترحيل من خلال دخول التحكم إلغاء الترحيل سندات نقدية مثلا سند صرف، نقوم بتحديد الصندوق F9 سوف تظهر السندات التي نريد ترحيلها إلغاء الترحيل، نؤشر على ثم نقوم بعملية الإلغاء. نعود مرة أخرى مثلا إلى سندات الصرف، أضغط زر البحث، نحدد نقدا رقم الصندوق المؤشر عند رقم السند ثم F9، نلاحظ أن السند قد ظهر ونزلت الحسابات. أستطيع الآن أقوم عملية التعديل مباشرة. شكراً.